بهدف دعم الصحفيين وتهيئتهم لكافة ظروف العمل الصعبة، تعمل الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون على إقامة دورات وورشات عمل تدريبية لصحفيين وإعلاميين وفنيين بشكل مستمر. أكيد سالي، ضمن خطة عمل دائرة التنمية البشرية في مديرية التنمية الإدارية بالهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون لعام 2018 سيكون هناك برامج كاملة على مدار العام للعديد من الدورات التدريبية بجميع الاختصاصات. لحديث أكثر عن الدورات التدريبية بصيرنا يكون معنا بصباح نغير رئيسة دائرة التنمية البشرية في مديرة التنمية الإدارية في الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون عفراء هدبة. يسعد صباحك، أهلا وسهلا فيك. يا أهلا فيكم. يسعد صباحك وأكيد منورتينا. بداية نحن عم نودع هلأ عام 2017 ومستعدين لنستقبل 2018 اللي رح يكون على ما أعتقد وكحافل بالورشات، ورشات العمل، الدورات التدريبية للصحفيين. أكيد. دائما الاعلام فيها تطور وطبعا دائما انتم مواكبين لهذا الشيء، فخلينا نحكي عن الدورات اللي مستعدين او محضرين لها بعام 2018. هلا هو مو بس ب 2018، نحن دائما كل سنه عندنا خطه تدريبيه كامله بتشمل الجانب الاعلامي والجانب التقني. عندنا دورات لكل الاختصاصات، طبعا نعمل الخطه بالتشاور مع المديريات والمدراء الاقنيه جميعا لرصد احتياجات العاملين ووضع الخطه بشكل يتناسب مع احتياجاتهم وتطوير العمل بالهيئه. طيب مدام عفراء، اكيد يعني خلال العام اللي مرق كان في كثير دورات قمتوا فيها، طبعاً. نحكي عن اهم الدورات اللي قمتوا فيها وكيف اخترتوا، خلينا نقول المواضيع العامه اللي كانت. كل الدورات مهمه، للتصوير، للاخراج، للالقاء الاذاعي. عندنا في تفكير بانه دورات الالقاء الاذاعي والتلفزيوني هي الاكثر اهميه، بس انا بشوف انه لا، الدورات كلها مهمه. يعني ما ممكن مذيعه او مذيع ناجح الا اذا كان في مصور ناجح، في مونتير ناجح، في مخرج ناجح، كله عمل متكامل ضمن فريق متكامل. بعتقد هذا اللي بيعطي نجاح للعمل بشكل عام. يعني دائما الدورات التدريبيه اللي عم تصير عم ترتكز مثل ما قلتي، احيانا بيقولوا لا نحن بنفضل الدورات اللي بتعتمد على الالقاء، بغض النظر في دورات ثانيه بتعتمد على شغلات تانية للمذيع أو المذيعة. طبعاً. يعني مثل خلينا نقول الحضور، مثل تدارك بعض الأخطاء. طبعاً. على الهواء، هيدا كتير مهمة. طبعاً. يعني هدول قديش لازم نشتغل نحن عليهم، وقديش لازم يكون في توعية إنه لا، هدول كمان من الأساسيات. طبعاً. هلأ أهم من شكل المذيع أو المذيعة حضوره، امتلاكه لأدواته، إتقانه للغة العربية. هلا اخر دوره عملناها راعينا كل هالقصص، حتى استخدام صوته وطبقات الصوت. عفوا. صح، تفضل. استخدام طبقات الصوت كمان موضوع كثير مهم. التلوين، موضوع التلوين مع الموضوع اللي عم يحكي، كلياته امر مهم وراعيناه عم نراعيه بدوراتنا بورشات العمل اللي عم نعملها. اخر دوره عملناها بالالقاء الاذاعي كان معنا 6 مدربين. كان معنا دكتور تامر العربيد للتدريب على تقنيات الصوت، كان معنا الفنان المسرحي جمال نصار للتدريب على تلوين الصوت، كان معنا استاذ جمال الجيش، كان معنا استاذ محمود الجمعات، استاذ حسين سلمان. كل واحد فيهم مدرسة حقيقة. صحيح. واختصاص، كل واحد درب فيهم على اختصاص معين، بالإضافة لأنه استضفنا 4 من الخبراء والمشهود لهم بمجال عملهم. أستاذ نضال زغبور طبعاً كان يوم حر معه، حكي فيه عن تجربته الشخصية بمجال الإعلام، وصار في حوار مع المتدربين والمتدربات عن الهواجس والصعوبات اللي عم بترافقهم بحياتهم أو ببداية حياتهم الإعلامية. قدم لهم الكثير من النصائح. كان معنا أستاذ حسام بريمو
مدرب الكورال الاختصاصي والخبير، كان معنا أستاذ أحمد مفتي. أسماء كتير يعني، أسماء كبيرة تماماً. كلها أضافت للدورة قيمة، أضافت ثقافة، أضافت قوة للعمل. هذا الشيء يعني هذا الشيء ممكن نقول انه هو دائما بيكون ضمن اطار تطوير العمل الاعلامي طبعاً. يعني نحن لازم نلفت انتباه كل اللي عم بيشاهدنا، مو شرط اذا اعلامي عمل دوره معناته هذا الشيء بينتقص منه، بالعكس. لا أبداً. هذا بيخليه يمده بمعرفه طبعاً. اكبر ويطور طبيعي مهاراته. طبيعي التدريب، تدريب عمليه مستمره مستدامه بالاحرى أكثر ما هي مستمرة، ودائما كونها بتعتمد على الثقافة وعلى والمعرفة، فالثقافة موضوع تراكمي دائما، ما في حدا بيوقف الثقافة، ما بتوقف في حدا بيوصل للنهاية أو تماما، على طول دائما في شيء جديد، في تطور وفي مواكبة. نعم يعني تفضل. يعني مدام عفراء دائما منشوف مراكز للتدريب غير مرخصة، أو بالفترة الأخيرة كتير صار في هذه القصة أنه مجرد ما أنه نفتح مركز فنحن فينا نستقبل طلاب أعلام. هذا الشيء قديش غلط في ظل هذه الظروف. يعني الأعلام هي مانا يعني معلش نقولها هواية ولا لا أنه لا هي طبعاً. فن أكيد يعني أكيد أكيد. هي شيء مدروس لازم يكون. بعدين الحرب على سوريا هي إعلامية بالدرجة الأولى. صحيح. يعني اعتمدت على الإعلام، وكان ممكن أنه يعني لو ما كان عندنا هذا الدرجة الليفل اللي وصلنا تماماً ما كنا قدرنا وقفنا، يعني رغم كل هالقصص، رغم كل وضع جيشنا وتضحياتنا. فالإعلام كان جيش رديف للجيش السوري. وبدي أقول إنه المراكز طبعاً ما في تقاليد عمل، ما في معايير حقيقية عم تقوم عليها هذه المراكز. مشان هيك نحن بالتلفزيون قدمنا مقترح للجهات العليا بإحداث مركز تدريب، إنه يكون إحداث مركز تدريب مستقل، يكون له نظام خاص فيه، ويكون فيه معايير، يفرض معايير حقيقية مفيدة. واللي بيميزه عن المراكز الثانية إنه هو مجاني، رح يكون مجاني للعاملين بالتلفزيون لرفع مقدراتهم، فبيكون النتيجة منه أكثر وأكبر. والحقيقة الأستاذ عماد سارة مدير عام الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون تبنى الموضوع وقدر يحصل على الموافقات وزارة التنمية الإدارية ورئاسة مجلس الوزراء. وهلأ المركز قيد الإنشاء وإحداث النظام الداخلي، وإن شاء الله قريباً بيكون ان شاء الله يا رب. واكيد هذا الشيء رح يحصد نتائج ايجابيه ملموسه طبعا. من خلال خلينا نقول تطور يمكن باعلامنا ملموس. طبيعي. بعض الناس بتقول نحن بحاجه لتطوير بالخطاب الاعلامي طبعا. او بطريقه التعاطي بين المقدمين او او او، فيمكن هذا الشيء رح يكون بوابه ممنهجه ونظاميه. اكيد لهيك لازم. كمان لازم نعرف اهم القصص اللي بتعتمدوا عليها باختياركم للمواضيع. هل عم تعملوا دراسات ضمن الهيئه لاهم احتياجات مثلا الهيئه من دولات طبيعي تدريبية؟ طبيعي. خطه التدريب بنوضعها بالتشاور مع كل المفاصل الموجوده بالهيئه، في تداول بالاحتياجات العاملين، كل واحد شو احتياجاته. هلا بعتقد طبعا منقوص هذا الموضوع لانه يعني عم بيكون من وجهه نظر المدير المسؤول عن هذا الموضوع. مستقبلا بعتقد او حابه انه يكون في دور للتنميه البشريه اكبر، بانك تعملي برنامج انت تحددي الاحتياجات، ويكون التدريب دوري. يعني كل الناس تصير، كل العاملين بصيروا بدهم يخضعوا لدورات تدريبية بشكل دوري ضمن برنامج موثق، كله موثق بالهذا. فبعود الفائدة بتصير أكبر دائما، ما بقى بصير ترشيح عشوائي للدورات. نحن هيدا عم نعاني منه بالتدريب، إنه ترشيح عشوائي بيرجع لمدير القناة أو مدير المديرية، هو بيرشح ناس.
احيانا بتلعب الموضوع الشخصي بانه انا من خلال التدريب بلاحظ انه في عندي اسماء كثير بتتكرر بالتحرير، بتتكرر بالاعداد، بتتكرر بالالقاء الاذاعي، انه ما في تخصص. بس وقت بيكون في برنامج عادل ومستمر ما بيعود حدا بيجي بده ياخذ دور حدا، الكل بيستفيد تقريبا. الكل بيستفيد وبيصير التدريب اجدى وبتحقق الهدف بشكل اكبر والفائده بتكون اعم اكيد. مثل ما حكيتي مدام من خلال حديثك انه الاعلام، الحرب على سوريا هي حرب اعلاميه بالدرجه الاولى. طبعا طبعا. وقديش الاعلامي هو رديف للأرجنتي السوري. خلينا نحكي عن اهميه دعم الصحفي والاعلامي في ظل هيدا الظروف. نحن عم نشتغل يعني انت ادرى بهذا الشيء ضمن امكانيات كثير قليله. صحيح. ضمن ظروف حتى قليله، يمكن المشاهد او خلينا نقول عامه العالم هي ما بتعرف شو عم بيصير ولا الكواليس. نحن عم يشوفونا على الشاشه. صح. تبعهم قديش مهم الدعم، وانت كمدربه قديش عندك من جوا رغبه انه يندعم الصحفي؟ هلا انا ماني مدربه، انا بنظم الدورات التدريبيه، بوضع البرنامج، بختار المدربين بالاتفاق مع الجهة اللي طالبة. المتدربين بضلني معهم طول الوقت. كتير مهم دعم الإعلاميين لأنه مثل ما حكيتي أنه الإعلام هو جيش رديف لجيشنا. أي تقصير مننا هو تفريط بدم الشهداء، تفريط بتضحيات الجرحى والمصابين واللي صار عندهم إعاقات دائمة، تفريط ببلدنا. لازم دائما نعمل على تطوير أنفسنا، هي مسؤولية كبيرة، للنهوض بشاشاتنا لترقى للمكانة اللي بتستحقها سوريا، خصوصا مع انتصارات الجيش. ونحن هلا ابواب اعلان انتصار الكامل ان شاء الله، فلازم يكون الاعلام مواكب لهذا الانتصار. اكيد. ويمكن هذا الشيء نحن اليوم عم نحكي عن جزء من جزئيات العمل. طبعا. اللي مثل ما قلنا بالبدايه العمل هو اجزاء متكامله. أكيد. وفريق. أكيد. متكامل. أكيد. اليوم في خطط كثير وضعتوها ل 2018، خطط طبعا. ايضا لما بعد 2018. خلينا نحكي عن اهميه مفهوم التدريب ضمن الاستدامة. يعني اليوم نحن عم نحكي عن مفهوم هو شوي يمكن الناس ما نو كتير مطروق لون، أو حتى العاملين بالوسط الإعلامي ما كتير بيربطوا بين التدريب المستدام. صحيح. وأهميته أكيد بالعمل الإعلامي. التدريب المستدام اللي قصدت فيه إنه عملنا دورة، وبعد الدورة شو؟ إنه بتشوفي الأخطاء، بتشوفي. أنا دائما يفترض يكون في حدا عم بتابع شو عم بيصير، اي اخطاء بتصير وتحديدها واعاده. يعني دائما يكون عندنا كل 3 شهور تقييم. اللي عنده اخطاء بيرجع بعيد الدوره، يعني ما بدنا نقول يتعاقب، بس انه تنبيه انه ممكن يتوقف عن العمل لحد ما يتلافى هي الاخطاء. ينجز هذا كمان طبعا يعمل تدريب. دائما انت بتشوفي بالمدرسه انه بتعطي جزا، بتنزلي مقعد، كلياتها التصنيف بيختلف. وقت بيكون في تصنيف، انا دائما انه تصنيف مذيع درجه اولى، مذيع درجه ثانيه، اي اخطاء بينزل التصنيف، فهذا بيخلي الواحد على طول عم يشتغل لحتى يطور نفسه. الدورات التدريبيه ما بعمل دوره وبوقف عندها، لا، في متابعه. وانا عامله بالتدريب عنا بعمل استمارة التقييم ابتداء من بوزعها للمتدربين والمتدربات، هن بيقيموا العمل الورشة التدريب كلياتها ابتداء من شكل جلسه التدريب للاستراحه، للتهويه، الاضاءه، للمدربين، المواضيع اللي تدرب عليها. وبحط لهم كمان سؤال، شو هي اشكال المتابعه؟ شو الشيء اللي كنتوا متوقعينه من الورشه وما لقيتوه؟ شو كان هدفكم من الورشه وشو اللي ما لقيتوه؟ وكيف بتحبوا انه نكفي؟ هلا هذا العمل بده فريق يشتغل عليه ويتابع منه. بتقدري تقيمي المدربين، تقيمي الفريق اللي عندك شو طلع معه، يعني من خلال تقييمه انا بعرف كيف بفكر، كيف بيشوف الامور،
بده حقيقة بده شغل تدريب أهم مفصل بأي مؤسسة، مو بس مؤسسة إعلامية. والتدريب عملية، التدريب مرح ومتعة طبعاً. إيه منه تدريس يعني. نحن حاولنا هون بمركزنا بالصالة التدريب عنا أنه نغير شكل التدريب، كان يبقى مثل مثل التدريس، يحس حاله كان ما في حركة، لا 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 ما في تفاعل طبعاً. هلأ التدريب عنا تدريب تفاعلي، نعتمد على العصف الذهني، على حلقات العمل، تمثيل الأدوار. نعتمد كثير من الأشكال التدريب. نعم. اللي ابتعدت عن أسلوب المحاضرة التقليدي والممل. تمام. يعني مدام عفراء بدنا نتشكرك، بدنا نتشكر هيدا الطاقة يلي عم تعطوها لكل يلي حابين يكونوا معكم ضمن الدورات. إن شاء الله نحن كمان يحالفنا الحظ أكيد ونكون معكم ونقدر نستفيد من شيء يلي حكيتي. بدي أتشكرك عفراء هدبا، رئيسة دائرة التنمية البشرية في الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون. يسعد صباحك. شكرا لك. يا أهلا فيكم.